باللباس الشعبي المتوارث والرقصات الجماعية المميزة يستقبلوا أكراد مدينة عفرين شمال حلب عيد النيروز، عيد الربيع، كما هو معروف بالثقافة الكردية. رابطة المستقلين الكرد نظمت إحدى الفعاليات في مدينة راجو، فيما عمت احتفالات أرجاء أخرى من عفرين. طبعا هذا العيد له رمزية عند الشعب الكردي، بيحتفلوا فيه من أكثر من 2500 سنة، يعني له علاقة بالحرية والانعقاد الانعتاق من العبودية. نحن جينا نشارك والأخوة العرب شاركوا، نحن رايدين نوصل رسالة أن الشعب السوري كله واحد، يعني وجهوا الأخوة من عدة مناطق يشاركونا، فنحن رايدين نتمنى أنه مستقبل القريب يعني نتوج نضالنا جهودنا نحن السوريين كليتنا بالاستقلال ونخلص من هذا النظام الفاشي المجرم ونبني دولة العدالة والحرية. يرمز النوروز للحرية والثورة على الظلم والاستبداد، الممثلة برمز كاو الحداد الذي قضى على الحاكم الظالم كما جاء في الأساطير الكردية، حيث يحتفل الأكراد بهذه المناسبة في 21 من شهر آذار في كل عام. أول شيء بدي أقول كل عام وشعب كردي بألف خير، ينعاد علينا بالصحة والعافية وعبال كل سنة. نحن اليوم جايين بمنطقة رجو نحتفل بمناسبة عيد النوروز، نحن هون عم نحتفل شعب الكردي والعربي، طبعا نحن الشعب واحد إيد واحد جايين لهون نحتفل بمناسبة عيد النوروز. تزامن عيد النوروز مع احتفالات الثورة السورية التي ثارت ضد الظلم، رابط مشترك بينهما لتبقى حرية الشعوب وحلم التحرر الأمل المنشود. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين.